جاء يوم 23 يونيو يوم الولاء للجمهورية، ثم وصل الرئيس محمد نجيب. سلام رئيس الجمهورية. أيها الإخوة المواطنون، السيد أنور السادات يتحدث إليكم. فقدت الجمهورية العربية المتحدة رجلا من أغنى الرجال والرئيس جمال عبد الناصر. استشهد الزعيم الذي تعلقت بحبه ملايين القلوب. استشهد بطل الحرب وبطل السلام، الزعيم المناضل البطل أنور السادات. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور. مفيش راجل في البلد يوقف الموضوع؟ مصرين انهم يتعاملوا بنفس الغباوة بتاعت النظام السابق. لا، القضية قضية شعب، مش قضية جهات معينة ولا احزاب معينة ولا حركات معينة ولا الكلام. انا ماليش في السياسة، بس عايزة البلد دي تبقى كويسة. تناول المتظاهرون بالعدوان. عاملين صباح البرادعي، ها البرادعي الكلب الخاين، امريكا امريكا واوروبا، هاي البرادعي بتتخيل شكل الخونه اللي كانوا عاملينها هنا. جبنا نسهم عافيين، جبنا نسهم عافيين، جبنا نسهم عافيين. والضرب اللي حصل زود الاعتصام. لا لاقيين لا عيش ولا حريه ولا عداله. اتقوا الله في مصر وفي شعب مصر. يا حمد يا حمد يا حمد يا حمد يا حمد. بلدي يا بلدي ومرسي قتل ولدي. بلدي يا بلدي ومرسي قتل ولدي. مع بعض على الحلوة والمرة، ما دمنا مصريين مهما كنا مختلفين.